محمد مؤخرا عدت من الجزائر. نعم. وكان في هناك حادثة لطيفة جدا صارت معك، وجهت لك طفلة جزائرية وأعطتك حصالي. والله أنت متابعني منيح عليك. يعني من أصعب المواقف اللي شفتها في حياتي، يعني قديش إنه كنت يعني جالس بالأوتيل، فإجت ست كبيرة. شوف يعني هلأ مش بدي أمدح قديش، يعني بدي أحكي هالموقف وبدي أحكي عن شعب الجزائر إذا بتسمح لي. قديش شعب عظيم وشعب، صدقني إنه أنا في بعض لحظات يعني حسيت إنهم فلسطينية بلد المليون ونصف شهيد، يعني حسيت إنهم يعني بحبونا يا أخي محبة، صدقني والله وبدون مجاملة بحبونا محبة. يعني أنا المكان صدقني من يوم ما بلشت يعني انشهرت وبلشت أتحرك على دول عربية وهيك بالعالم، البلد اللي ما بدي أحكي بصراحة مش تحيز أو شيء، بس البلد اللي بكيت فيه الجزائر. كان الجزائر، من كتر ما حسيت هالمحبة اللي عندهم يا أخي، والله العظيم شيء يعني 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 بحرك الحجر. إنه محبتهم لنا، إجت ست كبيرة إجتني على الأوتيل وجايبة معها بنتها صغيرة عمرها 8 سنوات، بتقول لي بنتي إلها من أول ما أنت إجيت على البلد على الجزائر، قالت لي وبنتي بتبكي ما بدها توقف بكى، قالت لي بدي أشوف محمد عساف. تخيل شو القصة، يعني الموضوع إنه هي مش بدها تشوفني، في هدف. شوف العظمة في بنت عمرها 8 سنوات. فإجت البنت جايبة حصلتها هيك صغيرة وفيها فلوس، فجاي بتبكي البنت إنه بدها تعطيني الحصالة هاي اللي فيها الفلوس، بتقول لي هدول أعطيهم لأطفال غزة. والله واو، يعني مؤثر. فموقف يعني والله العظيم يا جماعة في حياتي، يعني أنا شخصيا ما حصل معي موقف زي هيك، يعني أنا يعني حسيت حالي سدين، والله حسيت حالي صغير قدامها بمعنى الكلمة، وما بجامل إنه بنت، إنه شوف هالثقافة، بنت عمرها 8 سنوات جايبة حصالة فلوس، يعني قديش بدها تكون حاطة فيهن حرام، قال بتقول لي أعطي هدول لأطفال غزة. ثقافة شعب، فإنه فما بالك في إذا هيك الأطفال، صحيح. فما بالك بالناس اللي بيشوفونا، والكل بيسلم علي كان في الجزائر وبيبكي عم بيحكولي إنه في فلسطين وفلسطين، وقديش المحبة اللي حسيتها من هالشعب العظيم. حلو، عم بيحكولي بما إنه هيك الوقت بلش هيك شوي داهمنا في